السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم الراندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم هذا الموديل، هذا ديال الراندا، موديل عصري وجديد، والأهم من هذا الشيء غنخدمه معكم بطريقة سهلة سهلة بزاف، يمكن لأي وحدة تخدمها والنتيجة تجي رائعة. أنا إن شاء الله غنخدم معكم هاد الجليلي بهادي بالمراحل ديالها كاملين باش تجيكم سهلة وتعرفوا أي حاجة كيفاش كتخدم. نبدأ بسم الله. أنا هنا عندي هاد التوب هذا ديال الكريب، غنخدمه بالحرير على ثلاثة الشعرات. أول حاجة تنديرو، انا هنا الا لاحظتوا رانا سبق ليا وخدمت هاد الراندا بزاف ديال المرات ولكن ما كيخرجنيش الحساب، وكنقطعها حتى طحت في هاد الطريقه هادي سهله بزاف، وجربت بزاف ديال الطرق، فملي كنخدم يا اما كيتزادوا العيون ولا كينقصوا، المهم كيجي فيها شي حاجه تجي شي حاجه مفاوته. انا بغيت هاد الراندا تمشي مقاده وسهله في الخدمه، والحساب يبقى لينا هو ما يتزاد ما يتنقص. المهم هاد الطريقه اللي درت راها سهله بزاف. اول حاجه غنلاقيو تحت الفي، نصبقوا الملاقي اللي بغينا نديرو، نثبتو التوب هو الاول، تلاقيو باي ملاقية بغيتو. انا هنا غندير الملاقية غير ديال الغرزة وحدة، ومن بعد ان شاء الله غنوري لكم كيفاش غنخدموها بالالوان، نزوقوها من الفوق بالالوان. نبداو بسم الله. الحرير مبروم على ثلاثة الشعرات، غنخدم بالبر النمرة خمسة او النمرة ستة بحال بحال. تنجيو لهنا لهاد القنيتة هادي، نشدو فيها، نهزو هاد العوينة ديال الحرير باش نثبتو الحرير في التوب، ونجي لهنا ندوز لهاد الجهة، نشد في هاد القنيتة، نخلي الخيط مطلق، القياس اللي غنخدم فيه ضربة وحدة، على هاد الشكل. نعاود نشد هنا في التوب، نجي لهنا مباشره للتوب، ما نخدمش هاد العوينه، نرجع لهاد الخويط ونضرب هاد الضربه هادي، نعاود نجي لهنا للتوب ونشد هنا، نجي لهاد الخويط ونضرب هاد الضربه هادي، صافي نشد هنا في التوب، نعاود نجي هنا، الخيط ما كنزيروه ما كنرخيوه، نعاود نرجع هنا نشد هنا في التوب، نعاود نرجع هنا نضرب هنا هاد الضربه، هاد الهبطه اللي تحت الفي غنهبطها كامله بهاد الطريقه، ومن بعد غنزوقوها بالالوان اللي غندخلو في الخدمه. انا غير بغيت نوري لكم كيفاش غنبداو، من بعد عاد غنزوقها معاكم، المهم غنبقى غادي بهذه الطريقه. صافي انا كملت هاد الخيط هذا، دابا ملي تنلاقيو هنا غنقلب التوب، نبداو دابا الراندا ديالنا. مزيان نبداو بهاد الملاقيه، كتعاوننا حتى باش كنشدو فيها بالفنيته، من الاحسن ما نشدوش في التوب، كاين شي تواب تيكونوا رقاق اللي شدينا فيهم كيتنسلو. هنا ملي نبغيو نشدو بالفنيته نحاولو ما امكن اننا نضوبلو التوب، بحال دابا هنا نجيب هذا التوب هذا اللي هنا نحطو وعاد ندخل الفنيته، يعني كيضوبل باش ما يتسرش لينا التوب. نبداو بسم الله. انا صممت هذا الموديل هذا هنا في هذه الورقه، يمكن لكم حتى نتوما ترسموه، غير تشوفوا شي ورقه اللي فيها بحال هكا المربعات، يا اما صغار يا اما كبار. المهم انا القياس اللي بغي ندير في هاد الراندا بغي ندير فيها 30 عين، يعني غنجي لهنا
غاديين 15 هنا و 15 هنا. هاد المربعات هادو غاديين فيهم كل مربع غيجوني فيه ثلاثة ضربات. انتم عندي ها واحد جوج ثلاثة اربعة ها خمسة، خمسة المربعات غنضربهم في ثلاثة غاديين 15. المهم انا غندير غير 30 عين بالنسبة لكم انتم ديك الساعة، القياس اللي بغيتو ديرو في هاد المربعات ديرو، بغيتو ديرو جوج ديرو. انا درتها بجوج باش جربت وخا جات صغيرة، المهم راه جات زوينة، جات على هاد الشكل. هادي درتها غير بجوج، ولكن دابا غنطبقها في هاد الجلابة بثلاثة باش تجيني فيها 30 عين، بغيتها شوية تجي عريضة. المهم غنبداو الطريقة باش غنبداها معاكم، ماشي نفس الطريقة. أنا كنت خدمتها بزاف ديال الطرق، أنا راه قطعت بزاف، درت هاد الطريقة ديال كنبداو من هنا وكنخدمو، ولكن ضروري كتنقص شي عوينة وتتزاد شي عوينة. هاد الطريقة اللي غندير معاكم دابا غتخدموها، غيبقاو ليكم نفس العيون. نبداو بهاد المربع هذا، هانتوما هاد المربع هو اللون ديال التوب، غنبداو بهاد المربع نخدمو هو الأول باللون ديال التوب. نحري المبروم على ثلاثة الشعرات، غنجي لهنا نثبت الحرير هنا في هاد العوينة، نهز هاد العوينة ديال الحرير، غنهز هنا القياس ديال هاد المربع. بالنسبة لهاد المربع فيه هنايا جوج مربعات، ها واحد وها جوج، وحنا قلنا كل واحد من هادو فيه ثلاثة ضربات، يعني هنا عندي ستة ضربات اللي غنهزها، ثلاثة وثلاثة هي ستة، غنهز ستة ضربات. هاد الضربة هادي غير تنثبتو بها الحرير، ما كنحسبوهاش، غنحسب هاد الضربات هادو. غنجي لهنا للتوب، ها وحدة، ها جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ها ستة. نوصل لهنا ونرجع هاد ستة العوينات، ها جوج، ها ثلاثة، هاد الخيوط غير باش منشبين، من بعد غنحيدوهم، أربعة، دي هي خمسة، نكمل هنا ستة، صافي ونشد هنا. أنا هنا خدمت غير عوينة وحدة، يعني غنشد هنا في التوب، نرجع في هاد ستة العوينات. هنا ما كنزيدو ما كننقصو، غير هادوك ستة الضربات كنبقاو نمشيو فيهم ونجيو حتى تيولي عندنا مربع وكنحبسو. ملي كنشد هنا في التوب ما كنزيد ما كنقص، كنرجع في هاد العوينات، ها وحده، ها جوج، ثلاثة، أربعة، ها خمسة، ها ستة. نعود نرجع نبقى نخدم حتى يوليو عندي هنا ستة العوينات، وحدة جوج ثلاثة، دابا يلا ولاو عندي ثلاثة. أنا غنبقى نخدم حتى يوليو عندي ستة، نحسبو دابا، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. بديت هنا بستة،
خاصني حتى هنا يوليو عندي 6 العوينات. هنا اخواتي ضروري نبداو بهذا العدد اللي يكون هنا، يكون عدد زوجي، يعني تقسم لينا على جوج. ما يمكنش هنا نديرو 7، لان ملي غنجيو نقسموها على جوج ما غتجيناش. انا درت هنا 6 غنقسم على جوج، يمكن لكم ديروا 4، يمكن لكم ديروا 8. بحال الا درتو 8 غتقدر تعطيكم في العرض 40 عين، الا درتو جوج غتعطيكم 20 عين. المهم انا هنا درت 6، خدمت هنا 6 وهنا 6. دابا ملي وصلت هنا غنشد هنا في التوب، هاد الضربه الاخرى اللي في التوب ما كنهزوش في التوب بزاف، كنهزو غير شوي حقاش غنركبو فوق هاد الضربه الاخرى باش ما تجيناش غليظه. صافي ندخل هاد الحرير هنا في التوب. صافي هنا ملي كملت هاد المربع هذا، انا غنبقى غادي نخدم في هاد الاتجاه، غنرجعو لهنا لهاد الرسم هذا، غنخدمو هاد اللون هذا. انا هنا غندخل هاد الصفر، غنخدم به هاد المستطيل هذا اللي غادي بحال هكا. هاد المستطيل هذا هنا عندنا 6، وهنا خاصنا نخدمو حتى يوليو عندنا 3. نجيو لهنا فوق هادي، نركبو اللون الاخر اللي بغينا نديرو. نهزو هاد 6 العوينات، وحده جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. خاصنا نخدمو هنا حتى يوليو عندنا 3 العوينات، لأن هاد المربع هذا حنا بديناه في الأول بأننا غنخدمو فيه 3. غنخدم حتى يوليو عندي هنا 3 وعاد نحبس. كنبقاو نخدمو باش زوينه هاد الطريقه، ما كنبقاو لا نزيدو لا ننقصو، كيبقاو عندنا نفس العوينات، يعني ما غاديش نغلطو فيها، ما غاديش تلفنا هاد الزواقه. نشد هنا في التوب ونعاود نخدم هاد 6 العوينات، ما كنزيد لهنا لا هنا، ما كنزيدو ما كننقصو. نعاود نخدم هاد 6 العوينات حتى يوليو هنا 3، وغنوري لكم اش غنديرو. دابا هنا ولاو عندي 3 العوينات. غنشوفو عاوتاني الرسم. هنا ملي كملنا هاد السطر هذا اللي هو هذا، عندنا هنا هاد الطلعه هذه غنطلعو بالنص. علاش قلت لكم نبداو بشي عاده تتقسم على جوج؟ دابا غنخليو 3 وغنطلعو هاد 3 حتى يوليو عندنا عاوتاني هنا 3 العوينات، يعني غنديرو هنا هاد المربع هذا. نهز هنا النص، يعني غنهز 3، ها وحده جوج ها ثلاثة. نرجع عادي نشد هنا في التوب ونعود نرجع في 3 العوينات. صافي انا ساليت هذا المربع هذا. هنا حدا هذا المربع هذا عندنا هذا اللون، هذا اللون اللي مخليه انا ابيض هو اللون ديال التوب، يعني بحال هذا باش بديت. دابا غندير هذا المربع هذا في اللون ديال التوب. عندنا هاد المربعات صغيورين، يعني غنحتاجو ليهم غير خيط قصير، نحاولو نبرمو واحد الخويطه تكون قصار باش نخدمو بهم هذوك المربعات بوحدهم. انا بارمهم هنايا قصار، نجيو لهنا نديرو هذا المربع، نشد هنا في هاد العوينه هذه عندي هنا 3، غنشد هنا
نهزها الثلاثة اللي بقاو ليا، ها وحدة جوج ها ثلاثة، نعاود نرجع فيهم نشد هنا في هاد العوينة الثانية ولو عندي هنا جوج، نشد هنا في هاد العوينة الثالثة نرجع مع هاد السطر نخدم هاد ثلاثة العوينات، ها وحدة ها جوج ها ثلاثة، صافي نخلي الخيط هنا ونهز هاد الخيط اللي كان عندي الصفر ونكمل نقطع هاد الخيط كنت خدمت به من قبل. نرجع دابا غنهز هاد ثلاثة الضربات، ها وحدة ها جوج ها ثلاثة، نشد هاد الخيط كنزلو لتحت ونهز هاد ثلاثة العوينات عاوتاني، نحاول نزير هاد الضربة لهنا باش نجمعها ميبقاش عندي هنا الفراغ، هزيتها وحدة ها جوج ها ثلاثة، صافي نرجع مع هاد السطر نشد هنا في التوب ونرجع عادي صافي. هنا بقيت كنخدم حتى ولو عندي هنا ثلاثة العوينات بحال هنا، هنا خدمت ثلاثة وهنا ثلاثة وهنا ثلاثة، دابا غنشد هنا في التوب، هنا كنحاولو نشدو غير شوية لأن غنزيدو ضربة فوقها باش ما تجينيش غليظة، وندخل هاد الخيط هنا في التوب نرجع لهاد الخيط هذا بلا ما نخليوه غنعقدوه نديرو ليه بحال هكا صافي ونقطعوه راه ما كيتحل ما والو. هنا غنرجعو عاوتاني لهاد الرسم هذا، هانتوما حنا غاديين غير مع هاد السطر هذا، دابا وصلت لهنا هنا فين وصلنا يعني هنا خاصني نقطع، هنا هذا هو القنت عندي هنا، دابا هاد المثلث هذا في اللون ديال التوب بحال هذا ما غنخدمو حتى نقطع التوب وندور به، دابا غنجيو نخدمو هنا هاد الجزء هذا اللي باللون الاخر اللي غندخلو غنخدمو هاد القياس هذا، هنا عندي هاد المستطيل اللي غادي فيه ثلاثة وهنا ثلاثة هي ستة وهنا ثلاثة هي تسعود، يعني غنبدا باللون الاخر اللي بغي ندخل غنهز تسعود من هنا ونخدم بهم وعاد من بعد غنقطع التوب ونكمل معاكم. انا غنخدم بهذا اللون هذا، غنجي لهنا لهاد العوينه غنثبت فيها الحرير، نهز هاد العوينه ديال الحرير ونهز هنا في التوب تسعود ديال الضربات، ها وحده ها جوج ها ثلاثه أربعة خمسة ستة سبعة
8 هاد السعود. حنا غنخدمو هاد اللون هذا، فيه هنايا كل مربع فيه 3، عندي هنا 3 وهنا 3 6 وهنا 3 9 حتى لهنا. هادو هما التسعود اللي خدمت دابا، غنخدم فيهم حتى ندير هاد المستطيل، ومن بعد غنطلع هاد المربع وغنكمله. نعود نرجع في هاد العوينات، واحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 8 هاد السعود. نشد هنا في هاد العوينه الثانيه ونعود نرجع مع نفس السطر. نشد هنا في العوينة الثالثة ونرجع حتى يولو عندي هنا 3. نشد هنا، دابا غنهز غير 3 صافي، كملت هنا 3 ضربات، غنهز هنا 3، ها واحدة جوج ها 3، نعاود نرجع فيهم حتى يوليو عندي من هنا 3 العوينات. صافي هنا ولاو عندي 3، ها وحده جوج 3، غنرجع في 3 العوينات، وحده جوج 3 صافي. بلا ما نشد هنا غنوقف الحرير هنايا صافي، ونجي لهنا. هنا الوسط عندي هذا المربع، هذا المربع في اللون ديال الثوب. انا قلت لكم من قبل هاد المربعات نديروا لي مخويطات قصارين باش نخدموا بهم بالزربه ونحيدوهم. نجي لهنا غنخدم هاد المربع، غنهز فيه غير 3 العوينات، نثبت الحرير هنا في هاد العوينه ونهز 3، ها وحده جوج ها 3، غيبقاو ليا هنا 3. غنخدم هاد اللون هذا بحال هذا، بحال كيف ما درنا ليه هنايا، غيجينا على هاد الشكل. المهم نرجع هنا، صافي ولاو عندي هنا 3 العوينات. نرجع لهنا، هنا من الاحسن نخليو الخيط هنا. انا سبق ليا وجربته تنثبته هنا عاد تنحيدو، ولكن جاتني الخدمه ما مقاداش. المهم صافي، نخدم 3 ضربات هنا ونحبس هاد الحرير. دابا غنجي نكمل هاد اللون هذا، نطلع من هنا هاد المربع هذا، هنا سالينا الحرير هنايا، غنخليه هنا، هنا غنركب خيط جديد. نجي لهنا غنثبت في هاد العوينه الحرير مبروم على 3 الشعرات، وغنطلع هاد المربع هذا، غنهز هاد 3 العوينات اللي بقاو ليا، ولو عندنا 3 وغنزيد هنا نخدم 3.
صافي هنا كملت ثلاثه العوينات، غنخدم هاد ثلاثه العوينات ونحبس هنايا. هنا حنا حددنا القياس ديال الراند اللي عندنا في الفي. هنا انا غندير 30 عين، هنا خدمت 15 وهنا 15، يعني غتعطيني في العرض 30 عين. دابا غنوصل لهنا غنقطع الثوب وعاد غنكمل معكم الزواقه. نقطع الثوب ونشبوه ونرجع لكم. هنا اخواتي انا راه قطعت الثوب ونشبته، ضروري قبل ما نخدمه كنعبره بحال هكا، خاص الثوب هنايا يجينا قد قد باش ملي تطلع لينا الرانده تجينا مزيانه. ومن الاحسن نديرو شي علامات، انا كنعلم بحال هكا، كنبقى نقلب الثوب وندير شي طبعه ديال ستيلو وكنزيد عاوتاني شويه وكندير طبعه ديال ستيلو، باش ملي نكون غاديه كنخدم خاص تجيني الطبعه مقابله مع الطبعه باش تمشي لنا الرانده مقاده. وملي كتلبس الجلابه كتبان، ما كتبانش لنا الرانده عوجه من شي جهه، ضروري نطبعوا هاد الطبعات باش تبقى غادي الرانده مقاده. صافي دابا نكملوا خدمتنا. ملي كنقطعوا الثوب كنشبوه. هنا بالنسبه لهاد الثوب هذا اللي تيبقى هنا، انا ذكرت لكم في اخر فيديو من الاحسن نعاودوا نديوه لعند السورجي، غير نعاودوا نقصوا منه السورجي ونخليوه. انا جربته نبلته، يعني الطريقه اللي كنا كنديرو هي اننا كنا كنبلو الثوب هنا لتحت، ولكن في هاد التواب ديال الكريب وكاين الثوب ديال الريحانه وحتى ديال الجوهره شي مرات، ملي كنشبو الثوب هنا لتحت كيبقى يبان لينا هذاك الخيط من هنا من الفوق. فمن الاحسن انا جربته في شي جلالب كنخليه لداخل، كنبلو غير الفتحه ديال العنق وكنخليو هاد الثوب لداخل. الا كان بحال هكا طويل انا غنقص منه ونعاود ليه السورجي ونخليه بلا ما نشبه. صافي نكملو. كنحاولوا نثبتوا الفنيته في الرانده، من الاحسن نشدوا في الرانده ما نشدوش في الثوب. هنا عندنا هاد الملاقيه نشدوا هنا في الملاقيه، هنا ملي نبغوا نشدوا هنا الفوق نحاولوا نجيبوا الثوب من لهيه ونشبوا فوقه، غير كنضوبلوا الثوب. صافي كنشد انا حتى هاد الجهه اللي الفوق كنشدها. صافي نقرب لكم دابا باش نكملوا الخدمه ديالنا. هنا غنجيو لهاد الجهه هادي، غنكملوا هاد الرانده اللي بدينا في الاول نجيبوها لهنا لعند الثوب. دابا ملي خدمنا هنا غنخدموا هاد المثلات في اللون ديال الثوب. هنايا هاد المثلات غنكملوه في اللون ديال الثوب، غادي نركبوا خيط جديد ونكملوا هاد المثلات. دابا هنا غندوروا الرانده نجي لهنا، نهز هاد العوينه ونهز هاد ستة الضربات اللي عندي هنا. نرجع معاهم هنا، ما كنقص ما كنزيد، كنرجع عادي. هاد السطر الاول اخواتي غنخدمو عادي، غنخدم ستة ضربات. السطر الاول نخدموه عادي ما نقصو حتى عوينه. غنشد هنا في الثوب، هنا صافي راه ولينا دايرين مع الثوب، غنبداو طالعين ونرجع في هاد ستة العوينات. هنا راه كنخدمو حتى لهاد العوينه الاخرى، ما كنقصو ما كنزيدو. دابا هنا ملي غنبغي نرجع عندي ستة العوينات، غنخدم دابا غير خمسة، ها وحدة جوج ثلاثة أربعة ها خمسة. دابا نقصت عوينه وغنجي لهنا للثوب، خليت هاد العوينه ما خدمتهاش. هاد الخدمه نزيروها صافي ونعاود نرجع نقطع هاد الخيط. هذا كان عندي هنا من قبل، كنا خدمنا هنا وخدمنا فوق. صافي نحيدو، نكملوا هاد المثلث، هذا هاد الخويطات نشدهم بشي فنيته هنايا. انا حاولت اخواتي ما ننقش لكم المراحل،
باش الا بغيتو تخدموا هاد الزواقه تلقاو كاع المراحل كاملين، يعني تجيكم سهله وتفهموها، واخا غيجي الفيديو طويل. المهم انا غير بغيت باش تفهموها مزيان. غنحاول فشي بلايص الا كنت غنبقى نعاود غير في نفس الخدمه غنحاول نسرعهم باش ما تملوش من الفيديو. هنا انا رجعت غنخدم غير ربعه، هاد العوينه الاخرى اللي من هنا هي اللي غنقص، غنخلي هاد العوينه ما نخدمش فيها ونشد هنا في التوب، وهاد الضربه هادي ما نخليهاش مرخيه بحال هكا باش تجيني هنا باينه، غنجرها للفوق هنا باش تجمع ليا صافي ونعاود نخدم عادي. هنا كنكملو حتى الاخر، نعاود نرجع هاد السطر نخدم غير ثلاثة، هجوج ها ثلاثة، هاد العوينة الاخرى ما نخدمش فيها ونشد هنا في التوب، نزير هاد الضربة ماشي نزيرها، نجرها عند الراندة الفوق باش ما تجيش محلولة صافي. نكمل الخدمة، نعاود نرجع نخدم دابا غير جوج ضربات، وهاد الاخرى ما نخدمش فيها ونشد هنا في التوب. هنا غيولوا عندي ست العوينات، ها وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه، هذه هي السته. دابا نخلي هاد العوينه ونشد هنا، هنا ملي كملنا غنرجع في هاد العوينه نجيبها لهنا لعند التوب بهذا الشكل. هاد الخيط كنخليوه ما كنقطعوش، غنبقاو نخدمو به هنا هاد المثلث اللي عندنا هنا في الجنب ديال التوب، نخليو هاد الخيط هنايا ونرجعو لهنا، نكملو هاد السطر هذا نجيبوه لعندنا لهنا، غنعاودو نرجعو لهاد الرسم هذا غير في الاول اخواتي اللي غتبعوه مع الورقه، غير تخدمو الزواقه المره الاولى صافي غتولي تجيكم سهله. دابا هنا غنقلبها، هنا عندي هاد اللون هذا اللي درت انا احمر هو اللي داير هنايا غوز. دابا هنا درت هاد الخدمه وصلت لهنا، ملي وصلت لهنا دابا غنخدم هاد الصفر هذا هو اللي غيمشي ليا هنا، غنخدم الصفر فوق هاد المثلث نديه هنا حتى ندير به هنا ثلاثه العوينات ونرجع غنهز هاد الصفر هذا. هنا الصفر ما عنديش الخيط، غنركب خيط جديد ونخدم به فوق هاد الغوز وفوق هاد المربع حتى يوليو عندي هنا ثلاثة، ونرجع ليكم حتى يوليو عندنا هنايا ثلاثة. غنشد في هاد العوينه هنا هاد الخيط كنهبطو لتحت وغنهز هاد ثلاثه العوينات ديال هاد اللون، نزير هاد العوينه باش ما تجيناش هنا الخدمه مرخيه، غنهز هاد ثلاثه ها وحده ها جوج ها ثلاثه، ندوز لهنا عاوتاني نهبط هاد الخيط لتحت ونهز هاد ثلاثه العوينات. ها وحده ها جوج ها ثلاثه، غنبقى نرجع فيهم حتى يوليو عندي هنا ثلاثه العوينات.
صافي هنا ما غنشدش هنايا، كملت هنا عندي هاد 6 العوينات بقيت نخدم فيهم حتى ولاو عندي هنا 3. غنخلي هاد الخيط هنا صافي ونشوفوا هاد الحرير هذا. حنا غنكملوا بهاد الغوز، الا لقينا الحرير باقي فيه باقي يعني مزيان نخدموا به راه قريب غير نجيبوه من هنا ونكملوا به، كان خاسر ركبوا خيط جديد. انا هذا بحالي مشنتف، غادي نعقدو هنايا بنفس الطريقه كيف ما درنا الخيط اللي قبل منه، كان باقي الحرير مزيان نكملوا به. نعقدو هنا واحد العقيده صافي نقطع، نجيو لهنا. انا ركبت خيط جديد، غنثبتوا الحرير هنا في هاد العوينه، وهاد الخيط الصفر غنزلوه لتحت ونهزو ثلاثه العوينات من هنا. هاد الخيط ها هو كاين، غير كنزلو لتحت كنجرو وكنزير هاد الضربه باش كينزل الخيط الاخر لتحت وما كيجيناش هنا يبان لينا الفراغ ولا شي حاجه. غنهز ثلاثه ها جوج ها ثلاثه، غنبقى نعاود نرجع غير في هاد ثلاثة. غنبقى نخدم بهاد ثلاثة العوينات حتى نوصل لهنا، يعني من هنا غنخدم هاد ثلاثة هنا وثلاثة هنا، ستة وثلاثة تسعود، يعني غنبقى غادية بهاد المستطيل هذا حتى نخدم فيه تسعود ديال العوينات، وغادي نشوف واش غنديرو هنايا. نحسبو هنا وحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، بقى غنزيد سطر، يعني كنخدمو ثلاثة ديال هنا وثلاثة ديال هنا هي ستة، وهنا غنخدمو ثلاثة، غنخدمو هاد ثلاثة العوينات وهنا يبقاو لينا ثلاثة. صافي غنوقف الحرير هنا ونجيو لهنا نكملو. هنا درنا هاد المربع، دابا غنديرو بحالو مربع هنا في هاد اللون هذا. حنا دايرين خويطات صغار غير كنخدمو بهم هادوك المربعات وكنقطعوها. نثبت الحرير هنا ونخدم هاد المربع. صافي نوقف الخدمه هنا وغادي نحيد هذا الخيط هذا ديال هذا المربع اللي قبل، هو راه الا بغينا نجيبو نخدمو به نجيبو راه قريب. الطريقه اللي كانت تريحكم ديروها، بغيتو في نفس الخيط جروه وتخدمو به، بغيتو تركبو خيط جديد انا وريت لكم طريقتي، وانتم راه غديروا الحاجه اللي غادي تريحكم يعني تجيكم سهله.
صافي غنكمل بهذا اللون هذا، نكملها على هذه الخدمه هذه اللي كنا خدمنا من قبل. غنجيو نكملها، غنخدموا دابا فوق الصفر. كل لون من هذا كنخدموا ليه ثلاثة، هنا غنخدموا ثلاثة لهذا اللون، وهنا ثلاثة ستة تسعود، هنا ثلاثة 12. غنحسبوا هنا شحال عندنا، وحدة جوج ثلاثة ديال هذا اللون، نحسبوا عاوتاني ثلاثة، وحدة جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10، غنكمل ها 11 ونزيد سطر هي 12. نبقاو ردوا بالنا الحساب باش تمشي لنا الراندوم قادة. صافي كملت هنا 12، غنحبس هاد اللون دابا. دابا الا كملنا هنا، هذا هو الغوز، هنا خاصنا نديو هاد الصفر نديوه مع هاد السطر، يعني غنخدمو حتى لهنا، ولكن حنا باقي عندنا غنزيدو حتى لهنا. هنا في الصفر اللي قبل خدمنا حتى لهنا، وعاد عاودنا كملنا هنا. الا لاحظتوا جات هاد الزديه باينه، هنا غنديرو طريقه اخرى، غنخليو حتى نخدمو هنا ونديو هاد اللون من هنا حتى لهنا باش ما يجيناش الزديه باينه. غنجيو لهنايا لهاد القنيته وغنخدموا هاد المثلث في اللون ديال التوب كيف ما درنا هنا. هنا غنديروا خيط كبير لان غنبقاو غادي نخدموا به هاد المثلث هنا اللي في الجناب. غنركب خيط في اللون ديال التوب. الى لاحظتوا هنايا اخواتي الزواقه بدات كتبان لينا، نجي لهنا غنثبت هنا ونشد هنا في التوب. هنا دابا راه بدينا دايرين مع التوب. غنخدم هاد العوينه اللي عندي هنا ونجي لهنا. نعاود نخدم في هاد العوينه نشد هنا في التوب. ونزيد من هنا عوينه، نبقاو نزيدو من هنا. هنا كنخدمو المثلث بطريقه مختلفه على هنا. هنا كنبداو من هنا وكنبداو نقصو، هنا العكس، هنا غنبداو من القنت ونبداو نزيدو. نشد هنا من اخواتي تكون الصوره واضحه لكم. دابا غنزيد من هنا. هنا خدمنا في هذا القياس هذا ديال هاد 3 و 3 6 ضربات حتى هنا. غنهزو من هنا 3 و 3 هي 6، خدمنا هنا دابا وحده جوج 3، غنزيدو هاد 3 نشد هنا في التوب. وفين ما كنشدو هنا في التوب كنزيدو عوينه من هنا. نشد هنا في التوب نزيد عوينه من هنا.
صافي نشد هنا في التوب. نجي دابا نخدم هذا الصفر، هذا هنا بقينا الصفر في هذه الجهه هذه، غادي نعقدوه ونقطعوه ونركبوا خيط جديد باش نكملوا. غنجي لهنا نثبت الحرير هنايا، ونهز هنا ستة العوينات، واحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة، ونهز هاد العوينة هي ستة، ونرجع مع هاد السطر. خدمنا هنا حتى ولو عندنا ثلاثة العوينات، غنجي لهنا غندير مربع في هذا اللون هذا، نثبت الحرير هنا، نهز هاد ثلاثة العوينات، واحدة جوج هاد ثلاثة. صافي ملي تنكملو هاد المربع غنخلي الحرير هنا، غنكمل بالصفر، نشد هنا ونعود نرجع في هاد ثلاثة العوينات. صافي هنا خدمت حتى ولاو عندي هنا ستة العوينات، ها واحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. دابا هنا إلا لاحظتو هذه هي الزواق، هاي دابا عندي هاد اللون هذا، غنجيبو لهنا غندوزو فوق هاد المربع وفوق هاد اللون وفوق هاد اللون حتى لهنا، حتى لهاد اللون اللي عندي أنا هنا. درت هاد الطريقة غير باش نجيب سطر واحد ما يجينيش بين فيها هذيك الزدية. غنجيو دابا غنخدمو ثلاثة فوق هاد اللون، غنهز ثلاثة بنفس الخيط، حنا جايين درنا هنا ستة العوينات، غنجي لهنا غنخدمها وحدة جوج ها ثلاثة، ننزل هاد الخيط لتحت ونجي لهاد العوينة، وهاد الضربة هادي نزيرها لهنا لعند اختها باش ما تجينيش هاد البلاصة خاوية. صافي نهز هنا الثاني ثلاثة، ها وحدة هزيت هاد الاولى، هاد التانية، هاد التالتة، بنفس الطريقة ننزل الخيط لتحت. دابا هاد الخيط إلا جينا ضربنا هنا ضربة وعودنا ضربنا فوق، وأنا جربته من قبل درت هاد الطريقة، جاتني هنا هاد العقدة غليظة، من الأحسن نخليه غير هنا وندوزو لهنا مباشرة. تنجيو لهنا نهز عاوتاني ثلاثة، ها وحدة
جوج، ها ثلاثة صافي. ونشد هنا، نشد في هاد اللون، نزيرو هاد العقدة ونزلوها لتحت، نجي لهنا. حنا دابا زدينا هاد الزواقة هادي مع هادي ختها، دابا غنرجع مع هاد السطر كامل. عندي ثلاثة، ثلاثة ستة، ثلاثة تسعة، ثلاثة اتناش، خاص يكون عندي اتناش عوينة. غنهزهم ونحسب، وحدة، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، حداش، اتناش. ضروري نحسبو، إلا ما خرج لنا الحساب هو هذاك يعني راه درنا شي خطأ. غنبقى نخدم في هاد السطر حتى يوليو عندي هنايا ثلاثة العوينات. عندي هنا ثلاثة وثلاثة ستة، يعني غنزيد ثلاثة أخرين هما تسعود. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. صافي كملت، بقى لي غير السطر. غنحاول نكمل بهذا الخيط. صافي نوصلوا لهنا ونحبسوا الخدمة. صافي بقاو ليا هنا ثلاثة العوينات، أنا غادية بالحساب هو هداك مزيان. هانتوما إلا لاحظتوا هاد الزواقة هادي كملات، بقات غير هادي غنكملوها. غندير مربع بحال هذا هنا، غنجي لهنا متنخدموش فوق الصفر، كنجيو لهنا نثبتو الحرير. غنثبت الحرير هنا ونهز ثلاثة من هنا. نرجع في هاد ثلاثة ونبقى نخدم يولي عندي هنا مربع. نكمل هاد ثلاثة ونخدم من هنا ثلاثة. صافي كنحبسوا الخدمة هنا. غنجي لهنا، هنا ما بقاش ليا الحرير، الحق هو باقي ما شفتوش، هو باقي ليا الحرير. غنجي لهنا غنخدم هذا المربع هذا بهذا اللون هذا. الا كان باقي لنا الحرير مزيان وقريب لينا البلاصه اللي غنخدموا فيها ندوزوه، نجي لهنا نثبت الحرير هنا ونهز هاد ثلاثة. واحد، جوج، هاد ثلاثة، نرجع فيهم حتى نخدم مربع. صافي ملي تنكملوا هذا المربع نخليو الحرير هنايا. دابا غنجيو لهنا لهاد الخيط هذا الاول، غنكملوا الخدمه من هنا.
خويطات اللي سالينا منهم ما نخدموش بهم نعقدوهم ونقطعوهم بحال هذا الصفر هذا صافي ولا قصير ممكننا نخدمو به مره اخرى نقطعو هز من هنا عوينه نهزها ثلاثه وحده جوج ثلاثه نخلي هاد الخيط لتحت ونهز هنا ثلاثه هاد الضربه هادي نزيروها باش ما يبانش لنا الفراغ هجوج هثلاثه ننزل الخيط لتحت ونهز هاد ثلاثه وحده جوج هثلاثه نرجع دابا فهاد السطر كامل صافي هنا انا كملت ولو عندي هنا ستة واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة دابا غنجي لهنا غنثبت هاد الخيط هنا صافي ونخليه هانتوما الى لاحظتوا اخواتي هذه هي الزواقة تديال هاد الشكل تيجيونا الالوان متناسقين ومزيين يعني متيجيش الفرق ما بين اللون واللون هنا جا واحد شوية باين الفرق ولكن المرة الجاية غنخدمو هاد الخط هذا بنفس الطريقه كيف ما خدمنا هذا باش ما يجيناش هاد الزديه انا في الاول خدمت هذا بوحدو هذا بوحدو ولكن من بعد انا وريت لكم ولكن من بعد ملي تبداو تخدموا نتوما غتبداو تجتهدوا انا ملي عاودت خدمت هاد السطر بحال هذا لاحظت بان خاصني نديه من هنا لهنا يعني من الاحسن انا تنجرب الحاجه اللي جات مزيانه هي اللي تنوريها لكم وهي اللي تندير المهم هنا درت هاد اللون وزدت هاد اللون جات الزديه باينه هنا لا جبت اللون كامل من هنا حتى لهنا بنفس الطريقه غادي غير تتبعوا اخواتي الفيديو غادي تبان لكم الطريقه وغتشوفوا الزواقه هنا راه غنخدموا مثلث بحال هذا هنا وهنا غنخدموه بحالو هنايا انا غنخدمو ولكن من بعد ان شاء الله ملي غنبغي ندير معكم الزواقه الاخرى غنخالفوا الالوان غادي ندير لكم ان شاء الله الجزء الثاني في هذه الزواقه هذه باش نخدم معكم هذه الثانيه مختلفه في الزواقه ومختلفه في الالوان غنوري لكم كيفاش نخالفوا الالوان فانا حاولت ندير فيديو واحد ولكن بالي الفيديو غيجي طويل بزاف غادي نحط لكم هذا الجزء بوحدو ومن بعد ان شاء الله غندير معكم الجزء الثاني وغنبقى ان شاء الله نوري لكم مراحل ديال هاد الجليبه كامله حتى نكملها غنخدم هاد المثلث هذا نجي لهنا نهز هاد تسعه العوينات اللي عندي هنا عندي الخيط خليته هنا غنزير هاد الضربه هادي مزيان ونجي لهنا مباشره نهز هاد العوينات نوصل لهنا ونرجع عادي هنا ما كنزيدو ما كننقصو غنبقاو نقصو من هنا من جهة التوب السطر الاول اخواتي ما غننقصوش غنخدموه عادي حتى السطر الثاني عاد غننقصو
هنا في هاد السطر غنخدم غير 8، وهاد العوينه الاخرى ما نخدمش فيها، ونشد هنا في التوب صافي ونرجع. غنبقى اخواتي نخدم بهاد الطريقه حتى نكمل هاد المثلث. دابا ملي غنرجع غنخدم غير 7 والعوينه الاخرى ما غنشدش فيها، غنبقى غادي بهاد الطريقه اخواتي حتى نكمل المثلث، لحقاش الفيديو جاني طويل بزاف وغنرجع لكم. اخواتي انا كملت بنفس الطريقه كيف ما بديت معاكم، كنبقى نخدم كل سطر كنخلي عوينه كنقصها من جهه التوب. هنا بغيت غير نوري لكم، هنا كنت هاد الطريقه درتها في واحد الفيديو قبل و تيوصلوا الاخوات لهنا وكيدوخوا في هذه. هنا انا بقيت كنخدم تولو عندي 9 عود، ها نتوما 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وبقى لي الخيط هنا وكتبقى هاد العوينه. هاد العوينه ضروري نعاودو نخدمو فيها ونجيبوها لهنا عاد التوب، راه واخا كنخدمو فيها وكنجيبوها ما كتزاد حتى عوينه، ها نتوما كيبقوا عندي 9 عود، ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ولكن هاد العوينه كنجروها كنثبتوها لهنا لعند التوب صافي. دابا غندوزو نخدمو هاد المثلث هذا في الجهه الاخرى، نجي لهنا لهاد الخيط، ها هو عندي هنا، غنشد في هاد العوينه ونرجع هنا في التوب، وقبل ما نرجع لهنا غنبقى نزيد عوينه من هنا من جهه التوب. نجي لهنا نعاود نخدم هنا في هاد العوينه، نشد في التوب، وملي نبغي نرجع نزيد هنا كل سطر شديت في التوب نبقى نزيد عوينه، ومن الجهه ديال الرانده ما كنزيدو ما كننقصو كنخدمو عادي. دابا غنشد هنا في التوب، نزيد عوينه من هنا، نخدم في هاد العوينات اللي عندي، كل سطر كنزيدو ضربه، ونشد هنا في الرانده عادي ونرجع في هاد العوينات. غنبقى غادي اخواتي بنفس الطريقه، فين ما شديت في التوب نزيد عوينه حتى نكمل هاد المثلث هنا قد هذا، ونرجع ليكم. صافي انا وصلت هنا للسطر الاخر، غنخدم هاد العوينه، ها 1 2 3 4 5 6 7 8، وغنشد هنا هي 9 عود صافي، ونحبسوا الخدمه هنا، نقطعوا هذا الخيط. هنا راه تقاد لي الخيط وبدلتو، ها نتوما هذه هي الراندة اخواتي، واخا راه الفيديو جا طويل انا حاولت ما امكن باش نقص منه باش يجي الفيديو قصير. ها نتوما هذه هي الزواقه اخواتي، تجي على هذا الشكل. هنا فين غنحبس معاكم، وفي الفيديو اللي وراه هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نكمل معاكم الطريقه كيفاش غتبداو اللي وراها، ولكن غنخالفوا الالوان
وغنخالفوا هاد التركيبه ديال اللون فوق اللون. المهم هذه هي الراندا اخواتي، نتمنى ان الشرح يكون واضح على الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش اخواتي الى عجبكم الفيديو الضغط على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش معنا في قناه شيرك مرحبا بكم في قناه تعليم راندا مع ام نعمه. وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الاخوات اللي باغين يتعلموا راندا. والا ما فهمتوش شي حاجه اولا صعبت عليكم شي حاجه، انا حاطه الرقم ديالي ديال الواتساب، تواصلوا معايا نشرح لكم اكثر ونفهمكم اكثر حتى تفهموها. غير الا بغيتوا تخدموا هاد الزواقه انا غنحط لكم التتيمه ديال هذا الفيديو في صندوق الوصف، ولا ما لقيتوش غير دخلوا للقناه راه غتلقاو التتيمه. وبسلام عليكم، نتلاقاو في التتيمه ديال هذه الزواقه ان شاء الله.